نحن عناصر الدفاع المدني مركز سمان القطاف عن شيخون يوم 2/10/2016 من صباح اليوم الساعة 8:30 تقريبا استهدفنا الحرب السيخوي 22 بخمس غارات مظلي نوع فراغي مما أدى إلى دمار شامل. كل صاروخ تقريبا ينزل حارة كاملة. توجهنا عناصر الدفاع المدني مكان عملنا وبنفس الوقت جتنا مروحين من مطار حماة واستهدفت مكان مستهدفة الفريق ومكان العمل والحمد لله رب العالمين دون وقوع أي إصابات. ونحن يوميا متعودين اكثر من 4-5 غارات على التمان توصل الى 10 غارات من روسي عنقوده سيخوي من حمص حربيات حماه مروحيات يوميا هيك قريه التمان تاكل اكثر من 6-7 غارات واوقات توصل الى 15 غاره.